أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو أفضل شيء يعمل للميت بعد وفاته؟ ما هو أفضل شيء يعمل للميت بعد وفاته؟ وهل يمكن إهداء ثواب قراءة القرآن للميت بعد موته؟ نعم، الأعمال الأصل أن الأعمال لأصحابها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالأصل أن الأعمال الصالحة لأهلها ولا تنفع الآخرين، إلا الأشياء التي ورد الدليل بأنها يتعدى نفعها إلى الأموات، مثل الصدقة عن الميت، مثل الدعاء للميت، مثل الحج والعمرة عن الميت. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم انتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه تنفع الميت بإذن الله، الدعاء له والصدقة عنه ووقف الأوقاف وجعل ثوابها له، الحج والعمرة له، كل هذه أمور تنفع الميت بإذن الله. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وأما قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الميت، هذا لا دليل عليه، فيرجع إلى الأصل، أن الأصل أن الأعمال لصاحبها، ولا يخرج من هذا الأصل إلا ما دل عليه الدليل، ولم يرد دليل أن القرآن يقرأ للأموات. نعم،